ما تزعليش نفسك، شوف انا هعمل لك في ايه. مش عايزك في بيتي، امشي اطلع بره. طب فهمني، طيب في ايه؟ طيب بره في ايه؟ طيب اطلع بره، مش عايزك في بيتي. يلا اتفضل، تعالى نخش بيتكم الجديد. اتفضلي اتفضلي. هو ده يا حسام؟ انت يا ابني عمال انده من الصبح. انا مش سامعك يا بابا. طب قوم سلم على امك واخواتك. ماما ازاي يعني يا بابا؟ انا عايزها ماما، وانت كمان قوم سلمي على اختك. اختي؟ ايوه يا حبيبتي اختك، انت مستغربه ليه؟ قوم سلمي عليها يلا. ازيك؟ اهلا. بص يا حبيبي، دي مرات ابوك ومتجوزه من زمان، ودول اخواتك. انا ما رضيتش اجيبها امك عايشه عشان ما اجرحش مشاعرها. ايه اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ انت بتتكلم جد ولا ايه؟ اه بتكلم جد، واللي مش عاجبه الباب يفوت جمل، واللي هيزعلها همشيه من البيت. حاضر يا بابا. عرفت دلوقتي ماما ماتت ازاي؟ ماتت عشان اتجوز عليها ولد بحصدها، منه لله. حسبي الله ونعم الوكيل. انا فعلا ما بقتش عارفه اعيش في البيت هنا من ساعه ما ماما ماتت وسابتني. انت عندك حق، مش هينفع نعيش هنا تاني. لازم حتى نقعد عند قرايبنا، او حتى ناخد شقه لوحدنا ونقعد فيها، مش هقعد هنا تاني خالص. ايه ده، انت اتجننتي؟ اه مزاجي كده. هو انا مزاجي كده؟ انت اتجننتي رسمي بقى. انت تعالي صوتك عليا، انا اتجننت؟ اه اتجننت. الحقني يا ماما. ايه يا بنت انت؟ الحقني يا ماما، دي شتمتني وانت تطلعوا بره البيت وبتطردني. انا؟ اه انت. بيت مين؟ بيت مين يا حبيبتي؟ البيت ده بيتنا احنا، واللي مش عاجبه يطلع بره بيت. مين ده اللي يطلع بره؟ ده بيت ماما الله يرحمها، انتوا اللي جايين قاعدين عندنا. انا هوريكي بقى بيت مين ده. بيت ده مش بيت امي، البيت ده بيتي انا، وبمزاجي هقعدك فيه ومزاجي هطردك بره. لا مش بمزاجك يا استاذه، انت فاهمه غلط، ده بيتنا احنا مش بيتك انت. وبعد اذنك ما تغلطيش في اختي تاني، عشان انا مش هسمح لك تهيني اختي تاني. انا بقى هوريك ان كان بيتك انت ولا بيتي انا. ايه في ايه مالك؟ ابنك مضايقني ومش قادر استعمل اكتر من كده. عمل ايه ابنك؟ انا هاخد ولادي وهمشي. وتمشي ليه؟ ابنك نظراته مش حلوه، ودايما على طول لو انا داخله المطبخ يدخل ورايا، قاعده الواحد يقعد معايا ويكلمني كلام مش كويس، وانا خلاص مش هقدر اعيش. يعني ابني عمل كده؟ ايوه، وانا بقى يا انا يا هو في البيت. شوف لك حل، انا مش هقعد معاه بالطريقه دي. دمره يسود بس اما اشوفه. انت شوف لك حل وترده. هو انا في البيت ولا بره؟ ايوه في البيت هنا لسه جاي. وعلى فكره وانا بقول له يا ابني ما تنفعش تكلمني بالطريقه دي، راح انا زي امك، راح قال لي البيت ده بيتي وان كان عاجبي، وشخط فيا. ما تزعليش نفسك، شوف انا هعمل لك في ايه. ايه اللي عملته مع مرات ابوك ده؟ انا عملت ايه يا بابا؟ انت اتجننت؟ بتبص لها؟ ايه اللي بتقوله ده بابا؟ بتبص لها ازاي؟ فهمني بابا في ايه اللي حصل؟ يا ابني انت اتجننت ولا ايه؟ انا مش عايزك في بيتي، امشي اطلع بره. فهمني طيب في ايه طيب؟ بره.